برجولة. أحسن يا سيد ينشف أشوف. كتر خيرك يا سيد. كنت أنت بالبدلة وأنا مش كلثوم. فركش جعفر العمدة. ثقة في اللي أنا رايح. روح يابا. روح يابا. مش عايزين طمع يا معلم سيد. انا اضرب شوقي وانتوا الاثنين هتضربوا كارم. اسلمكم شوقي تسلموني كارم. اتفقنا؟ اتفقنا. برجولة نعيم. برجولة. انشف اشوق انشف يا عبد الله يا عبد الله. سيد. ايوه اخويا. سمي اللو ابدا يا ابني. خد حقك. خد حقك يا سيد. بطل دبابه عاش الله اكبر. يا سيد نشن يا سيد. فتح يا سيد. اوه اهل السيدة زينب. حركة الرجل على الرقبة اللي المعلم جعفر العمدة عملها في كارم. بس المرة دي المعلم سيد العمدة بيعملها في شوقي. انا بالبدلة وجعفر كان بالكلسون. انا بالجزمة وجعفر حافي. كتر خيرك يا سيد. يا اهل السيدة زينب حق المعلم سيد العمدة رجع. اخويا المعلم جعفر العمده خد لي حقي. الله يبارك لك يا سيد. يلا بينا. قول تاني عشان اللي ما سمعش يسمع. يلا ابو السيد. يلا يا حاج سعيد. حركه الرجل على الرقبه ايه؟ يلا يا اخويا. اللي اخويا جعفر عملها في كارم. كنت انت بالبدله وانا بالكلسوم. انت كنت بالجزم وانا كنت حافه يا سيد. ايوه. يلا يا سيد. اللي المعلم جعفر العمده عملها في كارم. بس المره دي المعلم سيد العمده بيعملها في شوقي. انا بالبدله وجعفر كان بالكلسون. انا بالجزمه وجعفر حافي. كتر خيرك يا سيد. يا اهل السيده زينب حق المعلم سيد العمده رجع. اخويا المعلم فين بلال شامه يا الله قد من هنا بدل ما علقك من الفانيله في وسط المنطقه. شكلك ما يديش انك تعرف تعمل كده بصراحه. بصراحه عند حد عديله. ده مش صادق. ده كذاب يا نخه. حصل خير الجيران اللي بعديها. في يا صادق الرجاله ما بتلقحش بالكلام لما تقضيها. يا معلم. صادق راح فين يا نخ؟ نزل ايدك يا اديله. محبوب في منطقتك اهو. ده شغل نسوان لا مؤاخذه. لكت تاني مره جعفر العمده. ثقه في اللي انا جاي. ثقه في اللي اكتشاع. ايه انت عارف شكله منين؟ الله يقوم يجري دلوقتي. قال لك اسمه صادق. صادق فين بلال شامة يا والله العظيم تلاتة ما اعرف عنه حاجة. تحلف بالله العظيم. ايه يا صادق؟ ده مش صادق. ده كذاب. نزل ايدك يا محبوب في منطقتك اهو. تسلم ايدك يا معلم سيف. تسلم ايدك انت يا معلم. مش انت قادر تصرف تليفونك؟ والله العظيم هو اللي خلاني اعمل كده. كان عايز يعمل مصلحه عليك. وراح فين؟ معرفش. اول ما شافني فتح التليفون اتخلى عليا ومشي. قدامك 24 ساعه وتبقى عرفت لي مكانه فين. تنزل السيده زينب تسال على جعفر العمده. الكل هيدلك. ليك داخل تقول لي مكانه فين؟ ما كانش الطلقه ب 41 جنيه. ما يتعزوش عليك. اتأخرت هتلاقي الواحد واربعين جنيه في نص راسك. وانا عشان كريم احتمال تلاقيهم 82 جنيه. مفهوم؟ مفهوم.
يلا اخد مكان غريب وتعرفش حاجة. ده دي اسمه صوت عالي تلاقيه مجرد واحد. النمرة دي اول مرة اعملها كنت في الاستاد، كنت بدور على الواد في الاستاد. لقيته؟ لقيه فين؟ تاه طبعا، كان ماتش الاهلي والزمالك. الجدع اللي بيتكلم في التليفون على العربية هناك ده رخم قوي، انت هتخانق معايا. ليه؟ كنت جيت هنا قبل كده سألت عليك وما لقيتكش، كنت انت في الحبس ساعتها. سألته عليك انت فين، قاعد يتريق كده واتكلم بطريقة ما عجبتنيش خالص. اتريق عليا انا؟ اه الله يسامحك. غريبة يعني ما اتحمقتش؟ ليه عنده مصلحة؟ ليك مصلحة عند حد عديله، لما تقضيها اديله. بركات. ايه يا معلم. توصل معلم سيف لحد باب بيته. حاضر. على بركات. خلي عنك انت يا استاذ سيف، انا هسوق. يا نخة راح فين يا نخة؟ كلمني انا. هو في نخة صاحية لحد دلوقتي غيرك ياد؟ ما الرجالة بتلقحش بالكلام، ده شغل نسوان لا مؤاخذة. عايز تعمل حاجة اعملها، انا واقف قدامك اهو. يلا ياد من هنا بدل ما علقك من الفانيلا في وسط المنطقة. بس غريبة يعني، شكلك ما يديش انك تعرف تعمل كده بصراحة. انت طلبتها يا دول. انت ايدك انت والله، ايدك انت والله. ايه بعد؟ خلاص سوي، خلاص سيبني اشوي، سيبني اشوي عليك. ايه مشيت الرجاله اللي كانوا عاملين جو وعشوي. حصل خير، حصل خير. الجيران اللي بعديها اوضه بركات المعلم سيف وصلوا. يلا